أهلا بكم إلى جولة لأبرز ما جاء في الصحافة المحلية والعربية من القدس دوت كوم. البداية من صحيفة القدس: المقاومة تسقط 10 جنود في كمين وتقصف طائرة F-16 بصاروخ. العدوان يشرد 230 ألف مواطن ويسفر عن 865 شهيدا و 5730 جريحا. إسرائيل تعترف بقصف 3540 هدفا في غزة ومقتل 34 ضابطا وجنديا. الجهاد الإسلامي تنعى القائد صلاح حسين وثلاثة من أبنائه استشهدوا في قصف طال منزلهم. استشهاد 6 مواطنين من نابلس والعروب وبيت أمر وإصابة المئات برصاص الجيش. اجتماع في باريس اليوم لبحث وقف إطلاق نار إنساني لمدة 7 أيام. تظاهرات في عدة عواصم مؤيدة لفلسطين في يوم القدس العالمي. أما الحياة الجديدة فكتبت قبل التهدئة 28 شهيدا بينهم 20 من عائلة النجار بخان يونس. الاحتلال يرفض التهدئة ويواصل المجازر. 7 شهداء في مسيرات جمعة الغضب تضامنا مع قطاع غزة. الاحتلال يفرض جوا إرهابيا على القدس في الجمعة اليتيمة من رمضان. في مستشفى الشفاء الطاقم الطبي والمرضى يخوضون حربا من نوع أخرى. المفتي يدعو المواطنين لمراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس الأحد. ونطالع من صحيفة الأيام: العدوان يتواصل، 53 شهيدا وبلدات تخضع للحصار والاشتباكات تزداد ضراوة. إسرائيل ترفض مقترحات كيري لوقف النار وتوافق على هدنة 12 ساعة ابتداء من صباح اليوم. 6 شهداء في بيت أمر ومخيم العروب وحوارة، وعشرات الإصابات في جمعة الغضب تضامنا مع أهالي غزة. الأقصى دون مصلين في الجمعة الأخيرة من رمضان. محام فرنسي يرفع للمحكمة الجنائية الدولية شكوى ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب. نتحول إلى الصحافة العربية ونقرأ من الشرق الأوسط السعودية: ترجيح إعلان هدنة غزة في باريس اليوم، صدمة في أستراليا بسبب قاطع الرؤوس شوف، مباحثات سعودية بحرينية إماراتية حول مسيرة العمل الخليجي المشترك. ننهي جولتنا من الحياة اللندنية: إسرائيل ترفض صيغة كيري وتطالب بتعديلها، هوليوود تتضامن مع أطفال غزة، نصر الله نتابع معركة غزة بدقة. السيستاني يدعو المالكي إلى عدم التمسك بمنصبه. حفتر يستنجد بقبائل بنغازي وتقدم للإسلاميين في طرابلس. ختام أقوال الصحف، نترككم الآن مع الرسوم الكاريكاتيرية. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.